قام داعش بتدمير كافة القطع الأثرية الموجودة حالياً ضمن متحف الموصل الحضاري، وسرقة الجزء الأكبر اللي حالياً هي خارج المتحف طبعاً، وكذلك قام بتدمير البناية بشكل جزئي. المرحلة الثانية من أعمار متحف الموصل الحضاري، والتي تشمل إعادة ترميم البناية بشكل كامل لمدة ما بين سنتين إلى ثلاثة، ليصبح جاهز لاستقبال الزوار. يعتبر متحف الموصل منذ فترة طويلة كنزاً للمدينة وبلد العراق وشعوب العالم حقاً، بسبب مجموعته الرائعة وتوثيقه للتاريخ وتراث البشرية. عندما دمر داعش ونهب هذا المتحف، كان ذلك بمثابة صدمة للناس في جميع أنحاء العالم، لأنه أظهر عدم احترام للتاريخ وتاريخ الناس الذين يعيشون هنا وتاريخ الحضارات. لذلك ينضم العالم إلى شركائنا العراقيين وموظفي المتحف وأفراد من وزارة الثقافة وأفراد من مجلس الآثار الحكومي لإعادة تأهيل هذا المتحف، حتى يتمكن أطفال المستقبل من الوصول إلى الماضي، وهم يجب أن يعرفوا من هم. اليوم نحن سعداء جدا كأهالي مدينة الموصل بأن يتم البدء بإعادة إعمار هذا الصرح، وأيضا إعادة تأهيل هذه القطعة الموجودة فيه، لكي يكون هذا المتحف قبلة للأهالي في مدينة الموصل، وأيضا للزوار الذين يزورون مدينة الموصل للتعرف على تاريخ المدينة وحضارتها.